مبروك يا غلا اليوم مبروك يا غلا مبروك يا غلا اليوم اليوم نحن يوم جلامة هذا طبعا جلامة الحاج أبو زيد اللواطي نديرو فيها سنويا وفزاعة ويجي جميع المشايخ والغنية وصعب الحرفة وعندنا يوم فرح الحقيقة يعني عندنا نحن هذا يوم فرح يوم مميز نظرا لأنها الغلام مباركة مبارك فيها ربي سبحانه وتعالى الأسرة كلها كوي تبقى حاضرة وكل حد ويجوها الشعراء ويجوها الغنية وهالحرفة عندهم فرح يعني اليوم هذا زز السعي وسلمت السعي هذه عندهم يوم عندهم يوم مميز وحتى أكلتها مميزة أكلة المثرودة يدروا فيها والبسيسة كويس ولا واللبن فهذا اليوم يوم مبارك ويوم سعيد تلتقي فيه الوجوه الطيبة ويلتقي فيه الأحباء ويعاونوا ويباركوا فنحن جينا من الكويفية من الشيخ عبد الباسط موسى السنوسي الحوتي